بالنسبة لتساقط الشعر، ناخذ معلقة كبيرة ديال السلمية مطحونة، معلقة كبيرة ديال قشور المندرين اللي غادي ندقوهم مزيان ونخلطوهم مع، ثم نضيف لهم جوج كيسان كبار ديال الماء ونغليوهم حتى يغليو مزيان. ثم هذاك الماء اللي كنحصلوا عليه غادي ندهنوا به الجلدة ديال الراس ديالنا وشعرنا ونخليوه مدة ديال 40 دقيقة، نستعملوها جوج المرات في الأسبوع مدة ديال 3 شهور. بالنسبه للشعر اللي كيكون مقصف والشعر اللي كيكون متضرر، باش كنساعدوا على النمو ديالو، فالحمد لله حنا حتى حاجه ما كتضيع معنا في الكوزينه. ناخذ معلقه كبيره ديال القشره ديال القرقع اللي كيكون فيها القرقع لداخل، هذيك غادي ندقوها مزيان وغادي نغربلوها، ثم غنزيدوا لها معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. علاش القشره ديال القرقع؟ لانها عندها واحد الفوائد كثيره في التغذيه ديال البشره، كذلك في مضادات البكتيريا، وكذلك انها كتساعدنا باش كتقوي لينا الزغبه ديالنا، كتولي قاصحه. اذا نعاود معلقه كبيره ديال القشره ديال القرقع مدقوقه ومغربله، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، غندهنوا بها الجلده ديال راسنا وشعرنا، نخليوها مده ديال 45 دقيقه ساعه الا ربع، نستعملوها جوج المرات في الاسبوع مده ديال شهرين. بالنسبه للحكه في جلده الشعر غادي تكون بالنسبه للوصفه ديال التساقط، لان السلميه عندها مفعول كبير في هذه المسائل هذه ديال الحساسيه، وكذلك الا كان عندنا ذات طابع فطري ولا طابع بكتيري فكتفيد اكثر الوصفه اللي درنا ديال التساقط. تساقط رموش العيون، بالنسبه لتساقط رموش العيون غناخذوا زيت الحبه السوداء، غادي ناخذ واحد الشيته بحال ديال الماسكارا اللي غنغسلوها مزيان، وغادي نحاولوا نديروا ديك الزيت في الرموش ديالنا ونخليوها واحد المده ديال ساعه تقريبا ثم نغسلوها. بالنسبه لازاله الشعر الزايد من الجسم ومن الوجه؟ نعم، بالنسبه لازاله الشعر، معلقه كبيره ديال زيت الحريقه الحرشه ومعلقه صغيره ديال القهوه مطحونه، غادي نخلطوهم مزيان ونديروا بهم واحد المساج مده ديال 10 ديال الدقائق، ثم نخليوها مده ديال 30 دقيقه ثم نغسلوها. هذه العمليه نديروها 3 المرات في الاسبوع مده ديال 4 شهور. هاد الوصفه شنو كدير دكتور عماد؟ كتنقص من الشعر ما كتخليش يبقى يكبر؟ هاد الوصفه باش كتمشي للبصيلات ديال الشعر وكتنقص لينا من داك الكثافه ديال الشعر، يعني مع المده. وهذه صالحه اذا السيده ممكن تعملها في اي بلاصه من الوجه ديالها؟ نعم، واي بلاصه من الدز؟ نعم، لان صالحه مثلا الشعر الزايد اللي من تحت الابطين او في الرجلين صالحه؟ جسم كامل، جسم كامل. بالنسبه للمشكل ديال الشيب، قبل ما نمر غناخذوا جوج معالق كبار ديال اللفت محكوك، جوج معالق كبار ديال قشور البصله مطحونه، وجوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، غنخلطوهم مزيان، ندهنوا بهم الجلده ديال الشعر ديالنا وشعرنا ونخليهم مده ديال ساعه ثم نغسلوه. عندنا ترهل الصدر او التبيين من بعد الرضاعه، وكانوا عندنا مجموعه المستمعات اللي سولونا كذلك فاطمه زهره في الساعه الاولى، وصفه لشد الصدر دكتور عماد؟ احسن حاجه هي الزيت ديال الشوك، التين الشوكي كما كنقولوا ديال الهنديه اللي متواجده دابا الحمد لله بزاف. هذيك الزيت غادي نديروا بها واحد المساج مده ديال 10 دقائق ثم نخليوها مده ديال ساعه ونغسلوها. هذه العمليه نديروها حتى لاربع المرات في الاسبوع، ما عندهاش اعراض جانبيه على البشره ديالنا. كيفاش السيده تعرف تشري هذا الزيت ديال الهنديه؟ نعم، او ديال التين الشوكي او الجري؟ يعني غتاخذها من المحلات المرخصه كما كنقولوا، يا في الصيدليات يا في المعشابات اللي معروفه. وهذه السيده واخا مثلا تكون عندها حساسيه ولا ممكن ديرها؟ ماشي مشكل. لان ما عندهاش اغراض جانبيه وما خطيرهش على البشره ديالنا. بالنسبه للي فيرجيتور اولا الشراطي مثلا، السيدات ملي كيحبلوا كان سؤال، بقاو عندهم الشراطي؟ نعم، احسن حاجه والوقايه خير من العلاج. فزيت ارغان ديال الجميل احسن حاجه واحسن طريقه للوقايه والعلاج، فمن يكون بدايه الحمل دائما نديروا بها المساج في هذه الاماكن هذه اللي كنحسوا بها غادي يولي فيها هذا الشراطي هذه، ولو الشراطي فكذلك نديروا بزيت ارغان ديال الجميل، نديروا بها واحد المساج ديال 10 دقائق ونخليوها في البطن ديالنا مده ديال ساعه ثم نمسحوها ونغسلوها. وبالنسبه للسيدات دابا اللي كيتابعونا ويلاه حبلوا، شنو هي احسن فتره باش تبدا السيده تعمل هذا المساج بزيت ارغان دكتور عماد؟ نعم، فمن الشهر الاول يمكن تستعملها. اصلا زيت ارغان الجميل فهي مفيده للبشره، اذا واخا تبدا تستعملها يعني من اول نهار فماشي مشكل، لان غادي تفيد غير البشره ديالها. بالنسبه للسيده اللي كانوا السيدات كانوا كيسولونا وصفه لزياده في الوزن. نعم، وصفه لزياده في الوزن، عندنا سيدي زياده في الوزن، فتح الشهيه، وكذلك بالنسبه للسيدات اللي عندهم الام في المعده. نعم،
فبالنسبه للمشكل ديال الالم ديال المعده هذاك المشكل بوحدو غنهضروا عليه، فزياده الوزن او فتح الشهيه غناخذوا جوج معالق كبار ديال القشور ديال البرتقال اللي غادي نغليهم في الماء مزيان حتى يغلاو. منين يغلاو ناخذوا هذاك الماء ديالو، هذاك الماء ديالو هذوك جوج معالق كبار نغليهم تقريبا في واحد كاس كبير ديال الماء. من بعد منين يعقد هذاك الكاس غادي ناخذوه وغادي نضيفوا ليه ثلاثه المعالق كبار ديال العسل الحر، وغادي ناخذوا معلقه كبيره في الصباح في الغداء وفي الليل ثلاثه المرات في الاسبوع. بالنسبه للمشكل ديال المعده فناخذوا معلقه صغيره ديال الزعتر ومعلقه صغيره ديال الازير، نضيفوا لها كاس كبير ديال الماء المغلى ونبداو ناخذوا كاس صغير قبل الاكل بربع ساعه. بالنسبه للسيدات اللي عندهم مشكل الصهده، بالنسبه للسيدات اللي عندهم مشكل الصهده احسن حاجه كنشوفها هي الكركديه اللي هضرنا عليه دابا، فهو مفيد اولا غيطلع المناعه، ثانيا غادي يعاون باش يوازن هذاك درجه الحراره اللي كتطلع في الجسم ديالنا. غادي نرجعوا للبشره، اثار الحبوب في الوجه. نعم، بالنسبه لاثار الحبوب في الوجه ناخذوا معلقه كبيره ديال الخيار محكوك، معلقه صغيره ديال بعويده محكوكه، ومعلقه كبيره ديال الحليب الدافئ. بالنسبه للسيدات اللي عندهم الدوالي أو لي فاغيس، بالنسبه للسيدات اللي عندهم الدوالي نحاولوا ناخذوا الزيت ديال الزعفران الحر ونديروا بها واحد المساج على هذاك المستوى اللي عندنا في هذا المشكل هذا، باش كيقوي لنا ذاك الجدران ديال الاوعيه اللي كتكون في هذا المشكل. وكيفاش غنعرفوا انها الزعفران الحر؟ نعم، فكما قلت دائما فاحنا اللون الرائحه، وكذلك دائما نمشيو لاماكن اللي مرخصه كما كنعرفوا، يعني ما يمكنلهمش يتلعبوا بحال الصيدليات بحال المعشبات، ففي هذا الزيوت ما يمكنش يكونوا زيوت يعني اللي ما غتصلحش للصحه ديالنا. جميع السيدات اللي عندهم مشكل مع المواد ديال التنظيف في يديهم كيبداو يتقشروا كيبداو يحكوهم، شنو هي الوصفه ديالك دكتور؟ الوصفه احسن وصفه لهذا المشكل غناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت الكوكو اللي غندفيوها في حمام مريم، ومعلقه صغيره ديال زيت الورد نخلطوها معها، نخليوها تتجمد كتعطينا شكل كريم. هذا الكريم هذه من مورا ما نغسلو الايدي ديالنا نحاولوا ندهنوها. بالنسبه للسيدات اللي عندهم لي زافت، كان سؤال. نعم، لي زافت فاولا المناعه، كيفاش يمكن نرفعوا المناعه؟ هذاك الفم، طياب الفم. نعم، بالنسبه للسيدات غناخذوا معلقه كبيره ديال عرقسوس مطحون، غادي نطبخوها في كاس كبير ديال الماء، ناخذوا كاس في الصباح صغير وكاس في الليل صغير. وكذلك ان السيده من لي زافت احسن دواء ديالهم هو الفيتامين سي، نكثروا من المواد اللي فيها الفيتامين سي، بما فيها الكركديه كما هضرنا عليه، بما فيها الكيوي لانه كيحتوي على اكبر نسبه ديال الفيتامين سي، البرتقال، فهادشي كلشي كيتواجد الحمد لله. وعدت بشرى باش نطرح السؤال ديالها عليك، البنيه عندها عام وشهرين وكتكح. نعم، عام وشهرين غتاخذ تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال اللفت محكوك، وغتضيف ليه جوج معالق كبار ديال العسل، تخلطهم، تعطيها معلقة نص معلقة صغيرة في الصباح ونص معلقة صغيرة في الليل. شكرا لك دكتور عماد. كان عندنا سؤال على الأم ديال منيا اللي تاخذ لي كورتيكويد. نعم. وعندها الحكة في الودنين، هذا آخر سؤال اللي ما طرحناهش باش ما نساوهش. نعم، إذا غادي ناخذوا معلقة كبيرة ديال البابونج ومعلقة كبيرة ديال النعناع العبدي اللي غنخلطوهم، وغادي نضيفوا لهم كاس كبير ديال الماء مغلي. منين يطلق مزيان واحد المده ديال 10 دقائق غتاخذ كاس صغير في الصباح وكاس صغير في الليل، فهو كيساعد النقص من افراز الهيستامينات، وكذلك كيعاون باش كتعطينا واحد الراحه في الليل. شكرا لك كثير دكتور عماد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.